جدا، مهم جدا تكون احنا ذبذباتنا حلوه، طاقتنا حلوه، هذا القلب، هذا القلب يكون قلب صافي حلو. لكن هناك بعض الكيانات او بعض الطاقات السلبيه ممكن انه تاثر علينا. شكرا على القلب يا حبيبتي. زين، وحده كتبت تعليق حلو، وحده كتبت تعليق حلو البارحه لما نزلت المشروع على التيك توك، فقلت لهم انه الباكر عندنا جلسه لتحرير السحر والشعوذه والكيانات والارواح يعني السلبيه وغيرها. فقالت يعني هل هو مو هذا المفروض وهم وما موجود؟ خليني أقولكم وأجاوبكم. سابقا ما كنت أعترف بالسحر، ما كنت أعترف بالكيانات، ما كنت أعترف بالشعوذة وبكل هذه الأمور. لكن لما درست الوساطة الروحية، أولا اللي ما يعرف، أوكي، اللي ما يعرفني يعني أنا من أنا صغيرة أشوف، ممكن هذه الأشياء ما يعني ما تعرفوها، فممكن تقولوها ملكة، ممكن تقولوها جيفتس، هبة من الله. ترى هواية هواية بنات مثلي بس ما يحجون خوفا من انتقاد الناس حواليهم. حلو حلو. لما درست الوساطة الروحية وتخصصت فيها، على فكرة يعني تقريبا صار لي 6 سنوات 5 سنوات تخصصت بالوساطة الروحية من أمريكا، من بريطانيا، هند، من هواية هواية مدارس، اوكي، وعدى الشهادات، عدى شهادة التخصص كوساطة روحية. فتجاربي يا جماعة، حلو واحد عنده شهادة حلو، لكن هل هذا اللي عنده شهادة عنده تجارب؟ يعني سامعين مثل اسأل مجرب ولا تسأل حكيم. أنا جدا أتبنى هذا المثل بالنسبة لي كنور. ليش؟ لأنه الشخص المجرب مو مثل الشخص اللي مسطر لي 1000 شهادة وعمره كله ما جرب أي شيء من عندها. حلو حلو. فكل كالوساطة الروحية وكثيرتا هيلينج، طبعا احنا في الثيرتا هيلينج هناك ما يسمى الأرواح التائهة والأرواح المتمردة، أيضا احنا نحررهم، وهناك ما يسمى الهجوم الطاقي. بمعنى انت قاعدة في أمان الله تجيك أفكار سلبية، قاعدة بأمان الله تجيك فكرة أنه لازم تكرهين الناس. يعني مثلا وحدة تحبني، مثلا وحدة تحبني، على غفلة تجيها أفكار سلبية ما تدري من نور مخوش آدمية، نور طايح حظها، نور مدري وين كنسل ديليت، نور كذا، انتبهي من نور، احذر. هذه كلها أفكار أفكار أفكار، هذه كهجوم طاقي يا جماعة، هذه هجوم طاقي. أنا فقط دا أعطيكم مثال. أو الحسد، هل الحسد موجود؟ الحسد موجود إذا أنت ما متدرعة وعايشة في مشاعر الخوف، فالهالة مالتك تكون ركيكة، ركيكة يعني بس تسوي تك، شوفوا بس تسوي تك جماعة التيك توك تتكسر هالتك إذا أنت ما متدرعة. زين، شنو العد دور الملائكة مرشدين؟ سامعين مرات أنا أقول العباس أبو فاضل، جماعة الخليج ممكن ما يؤمنون، ممكن ما يؤمنون، لكن إحنا في العراق، وهذا الشيء شرحته في السناب، إحنا في العراق يعني تربينا على الوساطة الروحية، اللي هي مو وساطة روحية، لكن تربينا نروح للمرقد أو المقام، نزور، نطلب المساعدة من أم البنين، العباس أبو فاضل، الحسن، الحسين، إمام علي، النبي محمد عليه الصلاة والسلام، الملائكة. هذا الشيء تربينا، هم فقط شنو؟ مسخرين، هم فقط أرواح يساهمون. أوكي، هل احنا ممكن نتحصن؟ عفكم من هذا الشيء، لكن تحصنوا بالملائكة. النبي محمد بجلالة أدرى، النبي محمد من ظهر؟ لا، ظهر لملاك، ملاك جبرائيل، صح لو لا؟ صح لو لا؟ هل النبي محمد كفر لما استمع إلى الملاك جبرائيل؟ لا، لكن ببساطة الله يحب البشر، سخر الملائكة حتى تساعد البشر، لأنه احنا كبشر كإنسان قدراتنا محدودة، الملائكة عندهم قدرات نورانية من الله يساعدون البشر. صدقتوا هذا الحكي؟ اهلا وسهلا، ما صدقتوا براحتكم. اوكي زين، كتحصين الملائكة ممكن تحصلنا، آيات الله ممكن تحصلنا، الاثنين مع بعض الملائكة وآيات الله أقوى تحصين ضد أي حسد.
ضد أي شر، ضد أي هجوم طاقي، بل يرد إلى صاحبه، يرد إلى صاحبه. وبعض الأحيان مثلا مرات تجيني واحدة تقول لي زين أوكي ليش يرجع الصاحبة، مو صاحبة خطية. زين أنا أجيش من هذا السالفة، يعني أحد شايفة أنه أحد ينطيج هدية، حلو يا بنت الحلال هاش هذه هدية، لديك حرية الاختيار تقبلين الهدية أو ما تقبليها. حلو حلو زين، أحد شو كان عالتاج، أحد نطاج سم، زقنبوت احنا بالعراق نسميه زقنبوت، احد انطاك سم، انت لديك حرية الاختيار تقبلين هذا السم ام لا. فاني بدل هاي الهوسة واختار وما اختار، اسوي تدرع للهالة تصد تصد، بحيث اي شر اي سم يرتد الى صاحبه. هل اني دا اسوي هنا كارما؟ لا. ليش؟ لانه هذا الشخص اللي ارسل لي هذا السم، اللي أرسل لي هذا الهجوم الطاقي، أنا كل شيء ما سويت، أنا حرفيا كل شيء ما سويت، فقط أرسل لي هجوم طاقي، الهالة ماتي صدت الهجوم الطاقي رجعت له. أذيته؟ ما أذيته. سويت له شيء؟ ما سويت له شيء. فأحنا ما تكون النية أذية البشر. وخلوني أحكي لكم يا جماعة، شوفوا الدال على الخير كفاعله، واتمنى ان شاء الله في يوم من الايام اذا تعلمتوا حكايه من عندي تقولون نور رحم الله والديها تعلمنا من عندها هاي الحكايه، نور فرج، نور كايزن، كيفكم؟ مره من المرات سمعت احمد عماره وتعلمت من عنده حكايه حلوه، حكايه حلوه. قال الناس اتعودت على المضره اكثر من انه اتعودت على النفع. فمن ذاك اليوم أنا أحاول دائما أنفع الناس وأسلك سلوك بمنفعة للناس، حتى اللي يحكي علي ما أهتم له صراحة. ليش؟ هو وربه يتحاسب، عنده ملائكة تشهد عليه، هو وربه يتحاسب. وأنا مؤمنة بقانون الكارما، والكارما تفتر. وياما وياما ترى اجوا وقالوا لي نور ترى احنا كنا ما نحبك، كنا نكرهك، كنا عندنا احكام عليك، بس سبحان الله يعني عذرينا اذا احنا حكينا عليك واحنا هسه نحبك. ما سويت اي شيء، ولا بالعكس رحبت بيهم، رحبت بيهم من كل قلب قلبي. فمن ذاك اليوم اللي تعلمت المنفعه بديت اسلك سلوك المنفعه، انه فعلا يا جماعه، فعلا يا جماعة غالبيتنا ما يعرف ينفع الآخرين، لكن فنان، فنان في أذية البشر، فنان في أذية البشر. فماذا لو إنه احنا اختارينا المنفعة بدل الأذية؟ تعرفون شو راح يصير؟ راح يقوى الحقل الطاقي مالتكم، راح يقوى، راح يقوى، وتصير طبقات من النور. خليني أحكيكم حكاية وحطوها تركية بأذاناتكم، تركية يعني هذه يا جماعة التيك توك، هذه التركية يعني حلق، حلق أوكي، حلق بأذانكم حتى لا تنسوها. بكثر ما أنتوا سويتوا خير هالتكم تتوسع، بكثر ما أنتوا سويتوا خير هالتكم تتوسع. فبكثر ما أنتوا نفعتوا الآخرين تتوسع، تتوسع، مو بس تتوسع لكن تثخن، تثخن يعني شنو؟ يعني تصير قوية، قوية بسبب الخير اللي قاعدين تسووه انتو للبشر وللأرض بنوايا طيبة مهما كان. على فكرة مو شرط انه انا اسوي خير ولازم الدنيا كلها تعرف بي، حتى لو انا سويت خير واحد مثلا انا سويت جلسة زين لوجه الله، جت لانه النيه افيد بها البشر، جت وحده اخذت هذه الجلسه نشرتها بدون ذكر مصدر، بدون ذكر، هل اني حضايق؟ اني ما راح اتضايق. ليش؟ لان كانت النيه هي انه افيد البشر. وانا متاكده كل الاشخاص اللي اخذوا هذه الجلسه من هذه البنيه مثلا على سبيل المثال راح يستفادون. فاني كنت هنا رب العالمين شاهد والملائكه شاهده على هذا الشيء. ولازم تعرفون الدنيا دواره، الدنيا دوارة. فلا تصير كل همكم الحوبة أو الكارما باللي حكت علي، باللي سوت لي سحر، باللي حزدتني، باللي اغدابتني، باللي لا يكون هذا همكم. عوفوهم،
عوفوهم هم وربهم يتجازون، إذا مو بالدنيا بالآخرة، أوكي؟ وكل واحد عنده ملائكته تشهد عليه ولك بالمثل. فهاي أنا حبيت فقط أنقل هذا الشيء، خلونا من هاي اللحظة، خلونا من هاي اللحظة ننوي سلوك المنفعة للآخرين، نحط نية النفع للآخرين باللي نقدر عليه. يا أخي حتى لو ابتسمت بوجه البشر هذه منفعة، حتى لو دعيت لأحد بغيبك بصلاتك هذه منفعة. دا شوفوا لسه احنا الجلسات دا نسويها لفلسطين، زين احد يدري بيها؟ مو الكل تدري بيها، لكن اللي حاضرين يدرون بيها. احنا دا ننفع، دا ندعي، دا نحط مصلحة الآخرين بدل مصلحة، هذه النوايا، هذه فضائل، هذه مكارم الأخلاق اللي الله وملائكته ورسولنا محمد عليه الصلاة والسلام وصانا به. فحبيت أني أقول لكم هذا الكلام عسى ولعل. اللهم اشهد انه اني بلغتهم انه ينفعون الاخرين. خلونا الان نبتدي بعد هذا الكلام، هذا الكلام كله انا متعمده احكي بيه قبل الجلسه، لانه راح يحرركم من اي مشاعر مش مرغوب بيها، حيشيل طبقه. نيجي الان للجلسه، نغمض عيوننا يا جماعه، نغمض عيوننا، نركز على تنفساتنا شهيق بهدوء وزفير بهدوء. خذوا عدة تنفسات لحد ما تشعرون بالريلاكس أو الاسترخاء. راح أسوي في التقنية أرفعكم بيها، خليكم ريلاكس. استشعروا الأرض اللي جالسين أنتوا عليها، سواء على السرير أو على كرسي. استشعروا عبارة عن طاقة نورانية ترفعكم إلى أعلى. استشعروا خفة جسدكم، ارتفعوا من خلال هذه الطاقة إلى أعلى وأعلى. أريدكم تتخيلون كفين تحت أقدامكم بشكل عملاق جدا، وتخيلوا جسدكم صغير بهالشكل. تخيلوا هذه الإيد، فتحوا عينكم لحظة جماعة التيك توك، وانتو هنا في الوسط وهذه الايد ترفعكم. غمض عيونكم، فتخيلوا هذه الكفين النورانية من الارض والكون، هي يد الكون، طاقة كفين من نور ابيض، وانتو فيها بشكل صغير راح ترتفعون الى اعلى اعلى واعلى واعلى، على المكان اللي احنا فيه، اعلى واعلى واعلى، إلى السماء، إلى الفضاء، إلى الكون، أعلى وأعلى 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 وأعلى، إلى بين يدي الله. وتخيلوا أنتم في مكان أبيض في أبيض في أبيض في أبيض. شاهدوا جسدكم بنور أبيض، وتخيلوا كلمة الله مكتوبة أمامكم. ما هي مشاعركم والله قدامكم وملائكتكم اللي كانت حياتكم كلها وياكم قاعدة تشهد؟ أريدكم بهاي اللحظة نقول قدام الله: يا الله، أنا غلطت بحياتي فاغفر لي. يا الله، أنا كذبت على فلان وفلان وفلان، اغفر لي.
يا الله أني حكيت على فلان وفلان، اغفر لي. يا الله أني عيبت على واحدة واثنين وثلاثة، اغفر لي. تخيلوا سجل أعمالكم السلبية طبعا من انتو صغار لحد هاي اللحظة، الملائكة تقدمها أمام الله، مكتوب فيه كل عمل سيء انتو سويتو، كل خداع، كل غيبة، كل كذب، وقدمت الملائكة لله. أريدك تنظر إلى كلمة الله الكبيرة، أريدك تقول بسم الله الغفور التواب الرحمن الرحيم. يا ربي، هذا سجلي، قبل ما تشهد ملائكتي أنا أقول لك أنه أنا أعترف بكل أخطائي وأغلاطي وكل غيبة وكذب وخداع ونميمة وأي شيء، سرقة حقوق غيرها، فتك أعراض، تشهير إلى آخره، ها قدامها. أريدك يا الله بهاي اللحظة تغفر لي، وأريدكم تقولون أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله. وأنتوا تستغفرون، فقط كل اللي أريده منكم الاستمرار بالاستغفار، لأن الاستغفار هو اللي راح يحرر كل الشياطين اللي حوالينكم، كل الأرواح التائهة، كل الأرواح المتمردة، كل حتى حوبة أحد أو كارمة أحد أو سحر أو شعوذة موجودة في أجسادكم. استمروا بالاستغفار واستقبلوا صوت داخلي، قول يا الله اغفر لي اغفر لي، أنا غلطت يا الله، أنا غلطت، اغفر لي يا الله. وأنتوا تستغفرون، تخيلوا هناك حوالينك حوالينك 1000 من الملائكة، كل واحد حوالينا 1000 من الملائكة، قولون آمين يا الله اغفر له، هذه توبة نصوحة، اغفر له يا الله. اللهم يا خالق ما موجود، أطلب منك وأسألك سحب وإزالة كل الأرواح التائهة والمتمردة، وتحرير وإزالة كل سحر، كل شعوذة، كل كارمات، كل شيء سلبي، كل هجوم طاقي موجود في أجسادهم، في كل شخص حاضر هذه الجلسة، يحرر الآن باسمك الله، باسم الله الأعظم الذي خفي عن العالمين. اللهم أريني أن أشهد على ذلك. يا الله، بكل قوة لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وبقوة وعظمة سورة الفاتحة وكل القرآن الكريم وكل رقية موجودة، أطلب منك يا الله الآن بنورياتهم سحب وإزالة كل أرواح التائهة، كل أرواح المتمردة، كل سحر، شعوذة، طاقات سلبية، هجوم طاقي في أجسادهم، أريني أن أشهد على ذلك الآن، وهم يستغفرون. شكرا 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 يا الله. لقدم لقدم لقدم. استمروا بالاستغفار واستقبلوا.
استشعروا الآن الله يغلفكم بطاقة المحبة الإلهية والنور الأبيض، وشاهدوا هذا السجل أصبح أبيض واختفى. تذكروا إن هذا الشيء من رحمة الله، تذكروا إن الله هو الغفار الرحمن الرحيم التواب، وهذا شيء ذكر للبشر، لكن مو كل البشر تدرك عظمة الخالق وش كثر هو يرحمنا ويغفر لنا ويتوب إذا كان عندنا توبة نصوحة. الآن وإحنا في هذا المكان مقدس وحوالينا الملائكة، خلونا ندعي يا الله حصننا، حصننا بهذا النور الأبيض وبملائكتك وبآية الكرسي والمعوذات الآن وإلى الأبد من كل شر، من كل حسد، من أي شيء سلبي، ونضع نية أي شر، أي هجوم طاقي، أي حسد، أي كيان سلبي، أي شيء على هالتنا يرد إلى صاحبه، يرد إلى مصدره بكل الطاقة والوعي اللي أرسل إليه. أريد كل واحد بيكم الآن يتخيل حوالينا أو هو داخل فقاعة نورانية بالنور الأبيض، وأريدكم الآن بصوت داخلي تقرون آية الكرسي والمعوذات، وتتخيلوه هذه الآيات تلف داخل هذه الفقاعة النورانية، تخيلوا الملائكة حوالينكم وهذه الهالة النورانية راح تحميكم من أي هجوم طاقي، من أي سحر، من أي حسد، حتى لو غيبة، حتى لو يرد إلى مصدره. أحط النية، أنوي إن هذه الهالة النورانية تحصنني من كل شر، وأنوي أي هجوم طاقي يرجع لمصدره. اللهم احفظني بملائكتك، احفظني بآياتك، احفظني بنورك يا الله. آمين. راح نتخيل الآن هذه الذراعين والكفين تحتينا وإحنا بهالة نورانية، وفقط استشعروا بقلبكم رحمة الله وحتى بعد ما تخلص هذه الجلسة بعمل شيء، فقط قولوا أستقبل نوايا لكل شخص حضر هذه الجلسة أو كان إلى نية يحضر، إن الله يحميه والله يبارك بأمره، والله إن شاء الله يا ربي يحصنكم من كل شر. وأدعي، أريدك تدعي الآن، ادعي. اللهم يا خالق كل ما هو موجود أطلب منك وأسألك أن يكون إلي، أن يكون عندي الوعي والإدراك وحسن التمييز لكل ما هو مساهم لي أو غير مساهم لي، يخدمني أو ما يخدمني. اللهم علم خلاياي وعقلي الباطن الوعي والإدراك وحسن التمييز دون الحاجة لأن يستغلني أحد، دون الحاجة لأن أحد يقنعني بكلامه هو ما يخدمني أو ما يساهمني. علم جسدي وخلاياي وروحي وعقلي الباطن الوعي والإدراك وحسن التمييز بكل ما يخدمني ويساهم لي يا الله. شكرا. لقد تم، لقد تم، لقد تم. أريني نشهد على ذلك.
نتخيل نفسنا داخل الفقاعة النورانية، الكفين تحتينا، راح ننزل من هذا المكان المقدس، ننزل إلى الكون، السماء، إلى المكان اللي احنا فيه. استشعروا انه انتوا رجعتوا إلى أماكنكم، إلى جسدكم. حطوا وعيكم في جسدكم وتركيزكم في جسدكم، ركزوا على باطن القدمين. تخيلوا جذور تمتد إلى أعماق 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 الأرض للتجذر والاستقرار. تجذروا تجذروا تجذروا. احضنوا نفسكم بهدوء، افتح عيونكم وابتسموا. شكرا جزيلا لكل الحضر هذه الجلسة، وكونوا على ثقة اللي استقبلتوه أكثر 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 مما تتخيلوا. اللي استقبلتوه اشكروا، ما أحكي عليه قليل. فلا تنسون، لا تنسون إنه إحنا حتى لو غلطنا الله يغفر لنا. يكفي النية، النية الصادقة، يكفي النية الصادقة في إنه يا ربي أنا غلطت اغفر لي، تبت. كلنا ترى نغلط، ماكو واحد ما يغلط، لكن اكو احد يستمر بالغلط. وحتى لو انت غلطتي في الماضي، بس قولي اني اسامح نفسي على اغلاطي في الماضي. مشكله البقيه او الغالبيه ما يسامحون نفسهم، ما يسامحون نفسهم. اني وحده من الناس، هواي غلطت مثلا بالماضي، ما كنت اسامح نفسي، لحد ما اني سمعت لويز هي وقالت سامحي نفسك على اغلاطك في الماضي. ما تتغيرون إيش قد اختلفت حياتي. فقعدت قلت أوكي، أنا سلكت هذا السلوك، أنا أسامح نفسي على هذا السلوك. يا ربي أنا غلطت هاي الغلطة، أنا أسامح نفسي على هاي الغلطة. يا ربي أنا سويت هيك، أنا أسامح نفسي. باللحظة اللي أنا سامحت بيها نفسي، عرفت فضيلة التسامح إيش كثر هي عظيمة. فبثيتا هيلينج إحنا نتعلم هذه الفضائل والمشاعر. فضيلة التسامح من أعظم ما يكون. لكن أول شيء، مثل ما تريدون رب العالمين يسامحكم، لازم أنتوا تسامحون نفسكم، حتى لا تبقون بشعور الذنب وشعور الندم. فأخذوها رسالة، سامحي نفسك على كل شيء أنت سويتي حتى تتحررين من الندم والذنب، وتأكدي باللحظة اللي تسامحين نفسك فيها رب العالمين راح يسامحك. أصلا الله هو الغفور الرحيم، لكن غالبية الناس لا تدرك هذا الشيء. أحبكم كل شيء هواية، والتقيكم إن شاء الله في جلسات قادمة ولايفات قادمة. شكرا للقلوب، شكرا للورد، شكرا للتاج، شكرا 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 لأرواحكم الحلوة، شكرا لالتزامكم، شكرا لجيتكم، شكرا لكل هاي القلوب اللي حطيتوا لي إياها. شكرا شكرا شكرا، وتصبحون على خير.